بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ أحلى متابعين وأحلى مشتركين. يا رب كلكم إن شاء الله تكونوا بخير وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين. بقول للي بيتفرج على قناتي لأول مرة، إذا عجبتكم القناة الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة الفيديو الجزء الثاني في الدانوب، عروض الأدوات المطبخ والأدوات المنزلية. يلا كده نشوف مع بعض ونشوف الأسعار. في العرض ده 29 إسباني، غير قابل للصق للالتصاق. العرض على فكرة العروض دي مستمرة لحد 18 يونيو، لحد 18 يونيو. ده اسباني برضو تقيلة، بس انا صراحة مجربتش الاسباني قبل كده، انا مجربة النوعية الايطالي والكوري حلوة اوي بس تقيلة. وعشرين برضو اسباني تيلاوي، شكلها اهو. دول ب45، دي الايد بتاعتها زي حديد كده. اسباني برضو سيراميك ضد الالتصاق، دي اتقل شويه يا جماعه كمان. العرض ده 25، في العرض ده برضو من 131 ل 72. دي حلل صغيرة بأحجام مختلفة، عايزين نشوف دي بكام. دي ميد ان ايه، من كوريا. دي سيراميك، دي ب72. نشوف دي، فكرة تقيلة برضو. دي برضو كوريا، مش عارفة دي برضو بكام. 131، شكلها اهو، هي بإيد واحدة، إيد صغيرة وإيد طويلة. ب72. في يا جماعة العرض ده، دي سيراميك، عايزين نشوف بكام. دي ب137 كوري. بصوا غويطة ازاي ما شاء الله، يعني تنفع بقى المحاشي، سلق اللحمة، بس كبيرة حلوة. ب137، هي دي الوانها، هما مش كام حله، لا هي حله واحده بس، دي الالوان بتاعتها، دي الوانها. دي سيراميك برضو بس مش عارفه مش عليها سعر.
في العرض ده من 92 ل 68، ل 68. دي قلاية سيراميك، قلاية سيراميك. عايزين نشوف دي ماركتها ايه. دي كوريا برضو، حلوة السيراميك. الايد بتاعتها سيليكون ب 68، دي ب 68. هما السعر الاولاني 92 والسعر الثاني السعر الخاص 68. مش المجموعة دي اللي عليها، لا هي طاسة واحدة. بصوا يا جماعة اهي طاسة واحدة، دي كوري ب 68. في برضو العرض ده، ده من 170 ل 135. دي برضو حلة واحدة، مش المجموعة اللي عليها، لا دي حلة واحدة اهي. تمام. الايد بتاعتها المقبض بتاعها سيليكون وهي سيراميك، سيراميك برضو كوري، برضو كوري. بصوا يا جماعة اهي كوري شكلها اهو، هنزلها لكم تحت. الحجم بتاعها اهو، هي عامله زي الصينيه كده، صينيه صينيه ب 132 بالغطا بتاعها، 132. في اللون ده برضو، بس دي غويطه شويه. دي عايزين نشوف بكام. دي ب 139، ب 139. احجام بقى مختلفة، دي ب 95 عشان حجم اصغر شوية، دي ب 88. في عرض خاص ب 62 اللي هي دي، عاملة زي القلاية كده اهي شكلها اهو. عايزين نشوف دي ميد ان ايه. دي من بي ار سي، الصين الشعبية، بس تقيلة حلوة ولا مش بطالة يعني. شكلها اهو دي ب 62، ب 62. في بقى العروض الايطالي دي ب 45، القلايات دي حلوة حجمها حلو ب 45. على فكرة يا جماعة النوعية الإيطالي حلوة، ده سيراميك، كل ده بقى إيطالي بأحجام مختلفة. في اللي هي الطاسة دي أو القلاية دي ب 29، ده حجمها أهو، بس دي خفيفة شوية. في الطقم الصواني ده ايطالي برضو، بصوا كام صينية، 1 2 3 4 5، 5 صواني ب 145 لقطة. والله جميل حلو على فكرة، تقيل مش وحش. اهو يا جماعة بصوا الصواني بأحجام مختلفة، هو 6 اهو، 6 قطع ب 145 ايطالي. بس عايزة اقول لكم شكله، شوف الاحجام بتاعته. في برضو دي الصينية دي ب 99 تقريبا، دي معناها شعر. دي ب 49 اللي هي اللبانة دي. دي برضو ايطالي،
دي على كام؟ عايزين نشوف سعرها. دي ب55. حجم الطحالون دي جرانيت او مطليه جرانيت، مطليه جرانيت ضد الالتصاق. في حجم تاني برضو الايد بتاعتها السيليكون، دي على كام؟ ب79. في العرض الخاص ده ب39. دي برضو قلاية، عايزين نشوف بس ماركتها، اسمها مقلات بانكي مونيتا. خلنا نشوف دي ميد ان ايه. هي كانت ب69، كانت ب69 بقت ب39. عايزين نشوف واحدة بره كده اهي. بصوا يا جماعة الغطا بتاعها تقيل جدا. نشوف كده ميد ان ايه. ايطالي، ميد ان ايطالي. ممكن تعملي فيها بيتزا، قرص بيت ده كده بالعجة كده يعني. دي شكلها ب39. في بقى الحاجات الصغيرة دي مش عارفة، دي ب18 ريال، ودي ب8 ريال. دي ب152، دي سيراميك كوري. في برضو القلاية دي ب89، بس دي صيني يا جماعة، دي مطلية جرانيت. هي ظبطي بقى كده عشان تباني في الكاميرا. هي مقاسها كبير زي ما انتوا شايفينها كده، ب89، الكبيرة شوية ب109. في الطقم الستانلس ده كام حلة؟ 4 حلل، حلة يعني متوسطة حلة مش كبيرة قوي زي ما احنا شايفين. ده تركي، شوف تقل الحلة كده تركي. ده ب225 وشكله. والنهارده كانت جوله اليوم في الدانوب عن حلل الجرانيت، قطم الجرانيت والسيراميك والقلايات وحلات الضغط. يا رب الجوله ان شاء الله تكون عجبتكم، واقول لكم بقى سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب ان شاء الله الجولة تكون عجبتكم في الجزء الثاني من الدانوب عن ادوات المنزلية وادوات المطبخ، صواني وحلل سيراميك وحلل ستانلس وقلايات. واقول لكم بقى سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب ان شاء الله الجوله تكون عجبتكم في الجزء الثاني من الدانوب عن ادوات المنزليه وادوات المطبخ، صواني وحلل سيراميك وحلل ستانلس وقلايات. واقول لكم بقى سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.